فضلك. مستمرين معكم كل مشاهدينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي لحظه بلحظه ونقل اجواء وبعثه فريق النادي الاهلي هنا في الجزائر. اكيد كالعاده بيكون في قائدين خارج الملعب، ناس بتلازم فريق النادي الاهلي في كل الرحلات، البطوله العربيه، البطوله الافريقيه، كعاده فريق النادي الاهلي. معانا طبعا دكتور عبد الحميد والحاج احمد عبد الصادق. عايز اقول في البدايه تنقلوا لنا شعوركم ايه عن اول وصولنا هنا في الجزائر، الاستقبال، بتشوف كمان فندق الاقامه ومدى حاله التركيز الكبيره جدا اللي احنا شايفينها على لعيبه النادي الاهلي. والله الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله ربنا يوفقنا ونرجع منصورين والاهلي يتاهل للنهائي باذن الله. كل حاجه كويسه، وانا شايف المره دي يعني كعاده النادي الاهلي التنظيم جيد جدا جدا جدا، وكل حاجه محسوبه وكل حاجه منظمه، وبصراحه ان شاء الله ربنا يكملها بخير. الاستقبال كان جيد وكل حاجه يعني مترتبه كويس، وان شاء الله خير باذن الله. يمكن الجو برد شويه هنا، لكن انا ما اعتقد ان ده ممكن يبقى ليه تاثير ايجابي على لعيبه النادي الاهلي، يبقى في جري كتير، في حماس، في تركيز. بتتفق معايا زي كده؟ ونقل لنا برده الناس عايزه تعرف الجو هنا عامل ازاي. والله انا فوجئنا ان اول يوم ما كانش الجو كده، امبارح الجو بدا يمطر مطره خفيفه بالليل وبس، البرد جامد جدا بالليل، ودلوقتي النهارده النهار طول النهار الشمس كانت موجوده بس برده اختفت دلوقتي، وجو برد برد جامد. ان شاء الله ربنا يكرمنا واللعيبه تجتهد وتتوفق النهارده ان شاء الله. الحاج احمد عصاد ارجع لك تاني. حاج احمد، حابب تقولي في البدايه لعيبه النادي الاهلي لحظات، وان شاء الله مباراه النادي الاهلي وفاق ستيف تكون من نصيب النادي الاهلي، قول لي حابب تقولي في البدايه لكل اللعيبه. والله انا بحب اقول للعيبه ان هم يطلعوا رجاله. طبعا انا عاوز اقول لهم طبعا ياخدوا بالهم النهارده النجيله صناعي. احنا برد ما فيش مشكله، ما عندناش مشكله في ايه، بس هتبقى مشكله لو الجو مطر، وده اللي ما نتمناهوش، لان البرد هيدي طاقه للعيبه هيسخنوا. ان شاء الله نمتلك وسط الملعب، نهدف الاول، اذا هدفنا الاول ان شاء الله باذن الله كعادة النادي الأهلي صاحب السعادة لجمهور مصر، مش جمهور الأهلي لوحده، صاحب السعادة لمصر، اللي بيسعد الشعب المصري هو النادي الأهلي، مع احترامي للأندية كلها، وده التاريخ بيقول كده مش أنا اللي بقول كده. أما من ناحية الاستقبال، الناس هنا بصراحة ناس تشيلك من على الأرض، ولكن أنا في تجربتي في الجزائر طبعا أكثر من مرة بتخش تلاقي ناس تانية جوه الملعب، وده من حقهم، لكن بره الملعب انت مصري، الناس مرحبه بيك وحفاوه وتامين غير عادي. انا عاوز اقول لك احنا واحنا ماشيين في الشارع الامن ما بيسيبناش، بيطلع معانا حتى لو فرد او اتنين او ثلاثه بيطلع معانا ويمشي معانا، رغم ان ما بيحصلش اي تجاوزات بصراحه، او ما حصلناش اي تجاوزات، والحمد لله ربنا يتمها كده على خير ونرجع منصورين كعاده النادي الاهلي صاحب السعاده للشعب المصري. مين اللي هيصنع الفرق النهارده؟ كلنا اكيد عندنا ثقه في كل اللعيبه، الكل جاهز، لكن بتشوف مين لو فايق النهارده في المباراه هيصنع الفرق مع فريق النادي؟ عندي اثنين، احدهما هم اللي هيصنعوا الفرق، حسام عاشور او السوليه، لان هو انت عارف ان وسط الملعب امتلاكه هو ده العنصر الرئيسي بتاع اي ملعب لما تمتلكه، والبينيات وفي حاجات كتير طبعا، ولكن هو نص الملعب هو الاساس، هو حتى بيمنع عنك اي هجوم. امتلكناه هنكون ان شاء الله باذن الله لنا الاسبقيه ولنا، واحنا خلي بالك احنا كان في امكاننا ننهي الكلام ده في مصر، ولكن الحظ ما كانش معانا. كان يعني عاوز اقول لك ان هم مضيعين خمس ست جوان حقيقيين، لكن ان شاء الله نعوضهم هنا ونرجع منصورين كعاده النادي الاهلي صاحب برضك السعاده لمصر. يا دكتور نفس السؤال، تتوقع مين يبقى يصنع الفارق النهارده مع فريق النادي الاهلي؟ ان شاء الله وليد ازار، وانا حاسس ان هو هيبقى موفق او النهارده باذن الله، ويعوض الاجوان اللي ضيعها الماتش اللي فات، وان شاء الله هيبقى موفق، وانا شايفه مركز كويس قوي، وان شاء الله نكسب باذن الله بسكور كويس ان شاء الله. شكرا.